لما جت فانا كنت بشاور له ان اللي انت قلت عليه هو كان مبسوط بيك لما استقبلك. وهو دايما كان بيفرح اما بيحس ان هو مثلا بيعمل حاجه مثلا مميزه او حاجه جديده واللعيبه كانت بتنفذها. يعني احنا مثلا مره من المرات, ودي يمكن اكتر مره فرح بينا قوي, كان بيدربنا على فاول من الجنب. هو كان فاول عيقت شويه, مش عارف مين هيخش ايه وبتاع وكده, وكان اتنين بالمفروض على الكوره. فانا رحت, جت اول فاول جه في ماتش, فانا رحت انا وسيد معوض على الكوره. انت وكابتن سيد معوض. فروحنا بقى بتاع, قلت له بقى الفاول الجديد, قال لي ماشي, قال لي هتخش انت, قلت له لا, طب بص خش انت وانا مش عارف ايه وبتاع كلام من ده, خلي الراجل هيتبسط اما نعملها وما اعرفش ايه والكلام من. في الاخر سيد مش عارف لمس الكوره وجري, وانا قمت ساب الكوره وجاري. بس الكوره ده بس سيبناها للحيطه, جم خدوها وكملوا عملوا هجمه مرتده علينا. احنا كان منظرنا مش قوي. الحكايه دي حقيقيه ولا لا؟ يا كابتن سيد مساء الخير. مساء النور, ازي حضرتك كابتن هاني؟ عامل ايه, وحشني, اخبارك ايه؟ تمام والله. يعني تدبس بركات يقول لك وهنعمل حاجه جديده, تلمسوا انتوا الكوره وتجروا انتوا الاثنين وتسيبوها. انا بسلم عليك مبدئيا يا كابتن هاني وعلى سام وعلى حبيبي. بس انا عايز اقول لك يا كابتن هاني, الموقف ده من المواقف, يعني الفاول ده كان ناحيه الدرجه الثالثه كمان. الاستاد كان في جمهور كتير جدا, فالناس لقت الكوره فاول, وفاول خطر للنادي الاهلي, وانا لمست الكوره وجريت وبركات جري الناحيه الثانيه. الفرقه الثانيه خدتها ومشيت. يعني مش عايز اقول لك جمهور الدرجه الثالثه زم علينا. ايوه احنا زم علينا. انتوا كنتوا متفقين على ايه؟ ما انا لغايه دلوقتي ما احنا مش عارفين احنا كنا هنعمل ايه اصلا. احنا دخلنا, احنا وصلنا لحد ما الفاول وداخلين ننفذه, والله ما عارفين. انت قلت ما هو عمال يقول لي بص انت هتلاقي تلمس, وانا اقول له بقول لا بص انت, طب انا هلمس ما اعرف. لحد ما دخلنا في الاخر احنا الاثنين ما حدش فاهم حد هو عارفين كل لمس وجري. هو ظهر الفاول كان صعب يعني, هو كان شكله يعني هو كان صعب بقى, ما اعرفش بقى. فيعني الناس فعلا يعني زموا علينا اللي كانوا في ظهرنا, لان ما ينفعش ابدا اي اتنين يعملوا اللي احنا عملناه. يعني عيب. اي حاجه ممكن تحصل الا اللي حصل. عيب والله. عيب. كابتن سيد, مشوار طويل بينك وبين كابتن محمد بركات من الاسماعيلي للاهلي. هو مشوار طويل جدا من سنة 99 واحنا مع بعض. يعني من اول ما استقبلني في النادي الاسماعيلي, بركات كان من اللعيبه الكبار اللي موجوده في النادي, وانا جيت وانا عندي 19 سنه, فكنت جاي صغير لسه, فاول واحد استقبلني. فانا كنت جاي, يعني انت عارفه الورده البيضاء كده اللي جايه, يعني بركات شكلني على مزاجه, يعني هو خدني بالطريق بتاعه. فالحمد لله ان ربنا كرمه ولحقته في الاهلي. شفت, بص بيقول لي لسه مفيش فايده بيه. مفيش فايده. بص بقى اقول لك اللي قاله بركات قبل ما تخش. بركات هو اول ما قال سيد جاي, وقلنا مين ده اللي جاي, فقال لك ده في لعيب من الالومنيوم. لا جاي من الالومنيوم. من الالومنيوم وبتاع. فبصراحه بركات قال, بس نزل وعمل حتتين بالشمال, قلنا ايه ده لعيب جامد قوي. خاف منه. لا ده لو شكر فيها كابتن هاني, يبقى انا كنت ورده وبيضه, بس هو شكلني صح, يعني هو حطني على الطريق صح. لو شفت بقى الكلام قاعدين الطريق صح كده صح. لا بس انت عارفين بركات, وخلي بالكم يا جماعه الناس ما تفتكرش ان بركات هزار على طول. لا والله خلينا خالص نتكلم خالص. محمد من الناس اللي يعني دخل في الجد بيبقى جد جدا. هو طبعا بيهزر, وهو دايما لما بتشوف محمد الجو فيه مشحون شويه, فبتحب تفك يعني, بتبقى القعده يعني تبقى التنشن يقل شويه. شحن وحشه قوي على فكره, ممكن يقلب بكوارث. يعني الجو اللي هو المشحون دوت ممكن يكون واحد مستني كلمه علشان يرد على واحد بكلمه, فبص تلاقي الدنيا. انت بص يا كابتن, انا عشان لعبنا يعني كتير قوي, يعني اللي اتمرمط وخدها كل حاجه عدت عليكم يعني. من يعني اللي اتمرمط وخدها من تحت خالص وكده, في حاجات كتير قوي ومواقف كتير بتتكرر وبتبقى مشابهه بتعدي عليك. فانت بتحس ان في ساعات ان الدنيا راح في سكه مش لطيفه. زي كده انت ما تبقى قاعد عادي جدا, اتنين ممكن يخبطوا مثلا مع بعض كده في التمرين, يشدوا كلمتين, انت تبقى باين ان هي لا اما كلمتين وهيخلصوا, لا اما انت مصيبة. عارف ان انت ممكن تبقى مصيبه لو العمليه اتطورت. فعشان كده لازم تدخل ناس في التوقيت دوت, انها تقعد يعني تهدي, ويبقى التدخل كده برضو دي بتبقى مناسبات ايه بقى؟ مناسبات الماتشات الصعبه, ولا بتبقى ضغوطات ماتشات ورا بعض بتلعب؟ ولا ملهاش علاقه. ممكن يكون تمرين. الحاله المزاجيه بتاع الواحد ممكن يكون ضغط, ممكن يكون واحد مثلا مضغوط من الجمهور, من الصحافه, مش مادي مثلا زي المفروض ما يادي, ومستوى الفني تحت, والناس بتهاجمه والكلام من ده, فضاغط ضاغط ضاغط نفسه. فممكن في موقف زي كده مثلا ينفجر, ممكن تكون الحاله المزاجيه بتاعته. حصل معاك كابتن سيد كده؟ يعني في وقت من الاوقات ممكن جدا يكون
وارد جدا ان ما تكونش او انت حاسس بنفسك انك مش ماشي كويس الماتشات اللي فاتت وبتاع وبتبقى في تنشنه في الملعب. فاكر موقف من المواقف ديت ان محمد في موقف من المواقف دخل فعلا في الوقت المناسب وزي ما بيقولوا كده طفى النار من اولها. يعني حصلت قبل كده تاني، بس انا عايز اقول كلمتين في حق بركات. يعني حضرتك قلت نقطه مهمه اللي هي بعيده عن الوزاره. انا عايز اقول ان بركات يعني واحد من الناس من اهم اللعيبه اللي بتتحمل المسؤوليه جوه الملعب. يعني بركات يعني الجيل بتاعنا عامه كان فيه نقطه حاجه ايجابيه وحاجه مميزه جدا، مش شرط مين كابتن الفرقه، كل اللعيبه اللي موجودين جوه الفرقه وجوه الملعب هم عندهم تحمل مسؤوليه بشكل كبير جدا، كلهم عارفين قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. خلاص يعني وجودك في الملعب ده حاطط عبء كبير عليك، مش عليك لوحدك، عليك وعلى زمايلك، ان انت تحاول تساعد زمايلك في كل الاوقات. انما موقف من المواقف اللي انت بتقول حضرتك عليها دي هاني، لا حصل قبل كده كان في مباراه الاهلي كروم كانت هتبدا حاجه بسيطه في الملعب انا وحد من اللعيبه، وكان كلام بسيط يعني. فبركات يعني في وقتها يعني ساعتها خلاص يا جماعه وهنتكلم بين الشوطين، فالامور اتحلت في يعني في 30 ثانيه. كانت ممكن تزيد عن كده انما الامور عدت وتعدي، وده برضه دليل اللعيبه الكبيره، اللعيبه اللي بيبقى ليها دور جوه الملعب، مش شرط تبقى كابتن فرقه، مش شرط تبقى قديم في الفرقه. يعني انا عندي اعتراض كبير جدا على الناس اللي هي بتتكلم عامه تقول لك ابن النادي هو اللي بيموت نفسه بس، لا، هو ابن النادي اللعيب اللي بينزل يقوم بدوره مع النادي اللي موجود فيه، اللي عارف قيمه التيشيرت، اللي بيكمل وبيحاول يعمل حاجه تاريخ لنفسه ولفريقنا اللي هو لابسها وللنادي، وعارف قيمه الجمهور بتاعه وعارف قيمه النادي اللي بيلعب فيه ومتحمل المسؤوليه بشكل كبير. هو ده ابن النادي، النادي اللي بيموت نفسه طول ما هو موجود في الملعب او سواء جوه الملعب او بره الملعب، فاكيد ليه ادوار ثانيه. فهي دي النقطه. يعني انا بركات من الناس اللي عشرتها كتير جدا سواء في الاسماعيلي او في الاهلي، بس انا هتكلم على الفتره بتاع النادي الاهلي. الفتره بتاع النادي الاهلي لا يعني كان ليه دور من الادوار المهمه جدا، مع بركات، مع ابو تريكه، مع وائل جمعه، مع كل اللعيبه القديمه، مع احمد حسن لما كان موجود، مع شادي، مع احمد سيد، كل الناس اللي كانت موجوده كلها لعيبه كبيره ولعيبه ليها اسماء وخدمت النادي وقامت بدورها خلال الفتره اللي هي موجوده فيه. كابتن سيد، الفتره دي ايه اكتر حاجه انت بتعذر فيها اللعيبه في المرحله اللي احنا فيها دي دلوقتي؟ يعني المرحله اللي انا بعذر فيها اللعيبه يعني يمكن نقطتين مهمين انا شايف ان هم يفرقوا وبالذات مع لعيبه النادي الاهلي. اولا عدم وجود الجمهور، وده شيء مهم جدا. انت بوجود الجمهور بيبقى ليك افضليه كبيره جدا، وبيطلع يعني اللعيب لو عنده 50-60% بيطلع 100% وممكن يطلع اكتر في وقت من الاوقات لو مباراه صعبه شويه. وعدم وجود الجمهور مؤثر جدا على اللعيبه. والحاجه الثانيه اللي بشفق عليها اللعيبه بكل امانه يعني لازم اديهم العذر في حته ضغط المباريات، يعني ضغط المباريات كل 3 ايام ده شيء يعني، وخصوصا بعد التوقف الكبير عشان كورونا. فاعتقد يعني هي دي بس اللي ممكن نعذر اللعيبه عليها خلال الفتره الاخيره. طبعا كابتن سيد، يعني نسمع برضو رأيك في مباراة النادي الأهلي والوداد، مباراة مهمة جدا كنت سألت بركات، فنسألك برضو على رؤيتك الفنية لمباراة الأهلي والوداد ومدى تأثيرها إن شاء الله بإذن الله كمان على الوصول لرقم 9 على المستوى الأفريقي. ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يكون موفق في المباراتين دول. بس النقطه المهمه يمكن فايلر اتكلم امبارح او بعد مباراه المقاصة كابتن هاني في نقطه مهمه جدا انا من وجهه نظري هو ده اللي الناس لازم تفكر فيه. الحاله الفنيه بتاع اللعيبه مش هي اللي موجوده حاليا، اللي هتبقى موجوده في مباراه الوداد. فهو الراجل قال انا اتمنى ان الحاله الفنيه في مباراه الوداد في الوقت ده العناصر كلها تكون موجوده، العناصر تكون مكتمله وفي حاله فنيه كويسه. يعني دلوقتي حتى لو بعض اللعيبه بيبقوا بعيده عن مستواهم انا شايف الامور عاديه ممكن تعدي. اهم حاجه الوقت بتاع مباراه الوداد، وقت مباراه الوداد تكون كامل كعدد لعيبه، كعدد الغيابات بتاعتك تكون رجعت، اللعيبه المؤثره تكون موجوده معاك، والحاله الفنيه بتاع اللعيبه، اللعيبه تكون مريحه داخل المباراه بشكل كويس جدا، عامله ماتشات كويسه قبل مباراه الوداد. فانا شايف ان هي ان شاء الله النادي الاهلي عنده فرصه كبيره، هي الفرص بكل امانه متساويه بين الاربع فرق خصوصا بعد كورونا والتوقف الكبير ده. بس النادي الاهلي يعني
ان شاء الله يقدر يعدي ويقدر يلعب المباراه النهائيه وان شاء الله ياخد البطوله يا رب باذن الله. ان شاء الله كابتن سيد بنشكرك شكرا جزيلا وتوعدنا تكون موجود كمان انت كمان في بيتك في البيت الكبير في معانا هنا في قناه النادي الاهلي قريب ان شاء الله. ده شرف ليا يا كابتن هاني وتحت امرك حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا كابتن سيد. شكرا ليك والف مبروك.